أهم أنهار ألمانيا وعمود اقتصادها، لا يستطيع أن يروي عطشها أو طاقتها. مستويات نهر الراين انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ 15 عاماً على الأقل على أساس موسمي، لدرجة أصبح المشي فيها حرفياً في بعض أجزائه. النهر الذي يعتبر الشريان التجاري للبلاد ويتدفق من جبال الألب السويسرية إلى بحر الشمال عبر المناطق الصناعية الألمانية، يعد طريقاً رئيسياً للمنتجات التي تتراوح من الحبوب إلى المواد الكيميائية إلى الفحم. الطقس الحار وغياب سلعة طبيعية ثمينة وهي الأمطار لعبا دوراً في استنزاف منسوب الراين، لكن تصاعد التوترات الإقليمية وتقليص روسيا إمدادات الغاز زادا من جفاف الوضع. عادة يكون لديك أكثر من مترين تحت السفينة، لكن الآن لديك 40 سنتيمتراً فقط في بعض الأماكن. لكن ماذا يعني هذا؟ لنتحدث بالأرقام. بيانات خاصة برصد السفن كشفت أن مستويات نهر الراين من المتوقع أن تنخفض إلى عمق حرج يبلغ 38 سنتيمتراً، وذلك عند نقطة ضعفه في كاوب بالقرب من فرانكفورت، وهو معبر رئيسي لشحن السلع، ليستمر بالانخفاض، وهو ما يعني شللاً للسفن التي تنقل كل شيء من الديزل إلى الفحم. ومع تقييد شحنات الفحم ارتفعت تكاليف النقل بحوالي 110 يورو للطن، بزيادة 20 يورو مقابل الشهر الماضي، مما أدى بدوره إلى تضخيم تكاليف تشغيل مصانع الفحم. لكنها ليست المشكلة الوحيدة، فإضافة لذلك يتوقع خبراء تداعي عمليات الشحن الدولي، كون أن شحن البضائع عن طريق النهر يعد الأرخص مقارنة ببدائل برية مثل القطارات. بسمة حامد، العربية.